بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. في كمان نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس غائم جزئي على بعض الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أخبار الجو إيه النهاردة، خصوصا كمان إن إحنا درجات الحرارة مرتفعة ونسبة الرطوبة كمان مرتفعة، ده بتدينا إحساس أكتر بحرارة الطقس؟ هو طبعا احنا بتاثر، معظم الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فبتبقى فيها بعض كميات الرطوبه، لان تدريجيا نسب الرطوبه هنحس انها تبدا ترتفع مع اقتراب فصل الصيف. لكن في المجمل الاجواء مستقره في اغلب محافظات الجمهوريه، انخفضت درجات الحراره عن الايام الماضيه في معظم المحافظات. اليوم العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه فتره النهار، فبالتالي احساسنا بالطقس هو طقس حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد انخفضت عن الأيام الماضية وبقت تسجل درجات حرارة ما بين 40 و 39 درجة مئوية. خلال فترات الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن الأجواء بتكون أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية اليوم وغدا إن شاء الله. حتى كمان نشاط الرياح اللي موجود هو نشاط رياح محدود على بعض المناطق من جنوب سيناء، غير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. صحيح، الناس عندها تخوف من نشاط الرياح مرة تانية والأتربة يعني، فحضرتك بتطمنيهم كده؟ هو طبعا احنا بنتكلم على ال 48 ساعة القادمة يعني يوم وغدا، لكن احنا متوقع مع يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله نتأثر مرة أخرى بمنخفض جوي خماسيني موجود في الصحراء الغربية، هيكون معاه سرعات رياح عالية هيؤدي لإثارة الرمال والأتربة، هيكون كمان معانا فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية وممكن تمتد لبعض المناطق الداخلية من الجمهورية. فمهم جدا ناخد بالنا خلال الأيام القادمة، ما زلنا في فصل الربيع، فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة. صحيح. بس على الأقل 48 ساعة القادمة ناخد بالنا بقدر الإمكان، بس نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة. لو أنا موجود في الشارع يبقى معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب، ونتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل. والمهم جدا إن احنا نتابع النشرات الجوية، لأن كل أسبوع بيحصل حالة جوية مختلفة عن الثانية، المحافظات بتختلف، شدة الحالة الجوية بتختلف من محافظة للثانية. طب أخبار الجو بالليل إيه؟ لأن في وقت الساعة 10-11 بالليل الجو بيكون رطب وجميل، لكن بنيجي مع الساعات الأولى من الصباح والفجر بيكون حر أو بدأت نسبة الرطوبة ترتفع مرة تانية. هي طبعا العظمى الرطوبة بتبقى خلال فترات الليل، فأكيد احنا فترات الليل رغم ان درجات الحرارة بتنخفض فترة الليل وانخفضت كمان عن الأيام الماضية، احنا الأيام الماضية كنا بنسجل درجات حرارة 27 و28 درجة مئوية بالفعل فترات الليل، لكن هي بدأت تنخفض وتكون ما بين 22-23 درجة مئوية، لكن وجود نسب رطوبة في الجو بالفعل فترات الليل أو حتى كمان فترات النهار هي اللي بتخلينا نحس ان درجات الحرارة أعلى من القيم اللي احنا دايما بنقولها، لكن هو احنا دايما بنسجل الصغرى فترة الليل بتكون بقى ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر، الأوقات دي بتبقى درجات الحرارة فيها معتدلة بالشكل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على المتابعة اليومية معنا لحالة الطقس. خلونا بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة. العظمى 33، الصغرى 22، العاصمة الإدارية 33-23، الإسكندرية 28-20، العلمين الجديدة 27-20، مطروح 26-19، دمياط 29-22، بورسعيد 28-22، إسماعيلية 34-23، السويس 34-21، العريش 29-21، كاترين 28-17، طابة 32-27، حلايب 34-26، شلاتين 35-25، شرم الشيخ 36-27، الغردقة 36-26، الفيوم 35-24، بني سويف 35-24، الوادي الجديد 39-29، أسيوط 36-25، سوهاج 37-27، قنا 40-28، الأقصر 39-28، وأخيرا أسوان
40 30. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس، الطقس مستقر خلال اليومين الجايين، لكن من يوم الثلاث هنبدا مره ثانيه في بعض الرياح الخمسين، نخلي بالنا، لكن هناخد يومين كده راحه شويه من الاتربه والرمال، لكن في ارتفاع ملحوظ لدرجات الحراره. هرجع مره ثانيه لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقط صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.